لكن اليوم فما شكون يتوقع فما خطوات جديده نجم يعملها المكتب الجامعي قانونيه. ما نعرفش اسكو فما اليوم المكتب الجامعي عنده اليات بعيدا عن الصلح، لانك سمعتك كنت تحكي على المكتب الجامعي يلزم نمشي في الخيار بتاع عقد جلسه والانديه تصوت مش الهلال الشابه ترجع. اليوم اسكو فما اليات قانونيه اخرى نجي يسلكها المكتب الجامعي لخلينا نقول لتحويل مسار القضيه او تمديد اجال القانونيه نتاع القضيه او لي من اجبار الشابه على دخول في صراع قانوني اخر احنا مازلنا ما نعرفوهوش. بالنسبه للجزء سالتك هذا سامحني مثل خاطر عندي فكره في مخي حبيت نقولها لك، لانه اليوم مثلا فما شكون يحكي على المحكمه الفيدراليه السويسريه وجهه اخرى نتاع تقاضي. شفنا مثلا في المثال نتاع دوري السوبر الاوروبي كنا نحكيو قبل على فزات الفيفا والانديه ما عندهاش الحق تمشي للمحاكم القضاء العادي والقضاء الاداري. اليوم برشلونه واليوفي وريال مدريد باش يقاضيوا الفيفا واليوفا عن محكمه العدل السويسريه. يعني والفيفا ما تدخلوش وهذا حق من حقوقهم حريه يعني شخصيه. شوف انك قلت انت فزاعه المحاكم العدليه حتى من الفيفا تحل الريغلومون راه وتقول لك نجم تمشي المحاكم العدليه في اطار معين في صور معينه كما القضايا الشغليه راه ما معناها فزاعه عندها برشا. انا مش موضوعنا مش موضوعنا. المهم اليوم انت قلت عربي نحكموا الصلح، انا قلنا اليوم حكموا القانون مش الصلح. اليوم مكتب جامعي يخذ قرار وسمعنا الكل كل ممثلين المكتب الجامعي في الوقت هذاك قال احنا نحب نعاونوا الهلال الشاب لكن اليوم احنا في وضع قانوني صعيب كان اصدر قرار ولا كذا هاوكا انا مش منها هاو اليوم هاو اصدر قرار. اليوم انت كانت الاراده نتاعك الملول هي التشبث تطبيق قانون والا عندك مشكله مع الهلال الشاب. اليوم فما قرار موجود الباب هو مش شباك هذا باب مفتوح. باب كبير مفتوح. انت خويا المحكمه اخذت قرار تاس وانتهى الموضوع وخلي نرجعك انا. هذا هو الحب تحكيم القانون مش تحكيم مش صلح راه. لانه صلح ما فماش صلح مش باش يصير صلح ما نتصورش صعيب ياسر صلح. لكن خلينا اليوم دخلنا في معركه قضائيه ما فيهاش ربح وخاسر وفي الاخر محاكمين اللي يحكموا حكموا الفيت ليلة الشابه خلاص معناها نفذ على روحكم. وما ننساوش انه المحاكمين الثلاثه اللي حكموا راهم من افضل سي لو توب تين تاع ليزاربيتر في الفتاس معناها الكاس ولا ميكيل برناسكوني ولا جيرال سيمون راهم من افضل ما فما محكمين في التاس راهو حياديه ومصداقيه راهو مستوى اخر. والتريو هذا باش يقعد في صوره ميز الشابه تطلع يعني انت شلون تعين؟ كل واحد تعين راهو مستوى اخر. هذوما محكمين من مستوى اخر كي هبطوا لك ديسيزيون لازمك تفهمها لازمك تفهم شنو اللي وراها. اليوم لي زوبسيون عندي انا واضحين خلينا ساعه سي التجميد والخطايا فك سي سي انسوا ذا قرار نهائي. حتى الالتجاء للمحكمة الفيدرالية الناس تسمع تقول لك التجاء المحكمة الفيدرالية تلتجأ إلى في 30 يوم في ثلاثة صور معينة. الصورة الأولى إذا كان فما مس من قواعد الاختصاص التاس مختصة فماش. الصورة الثانية إذا فما مس من حق الدفاع الناس كل كانت موجودة عندها محامين ودافعوا عليها. الصورة الثالثة إذا كان فيها مس بالنظام العام السويسري ماهوش موجود مس بالنظام العام السويسري. دونك اللي باش يمشي المحكمة الفيدرالية باش يخسر أكثر من اللي خسروا في التاس راه فلوس راه المحكمة الفيدرالية السويسرية وراه مش باش يربح الملف نتاعو وماهوش باش يوقف في التنفيذ.